قبل نروح إلى شرح الموضوع خلي أعطيكم نصيحة بسيطة. You should watch this video till the end. شوف عزيزي الطالب حتى تتم فهمت هذا التركيب اللي قدامك. ليش؟ لأنه لازم تشاهد هذا الفيديو حتى النهاية حتى تقدر تفهم الموضوع. لأن اليوم إحنا راح نحكي عن giving advice اللي هو إعطاء نصيحة. Let's get started. مثل ما قلنا بالمقدمة اليوم راح نحكي عن إعطاء نصيحة. حتى ننطي نصيحة باللغة الإنجليزية يحتاج نستخدم تعبيرين أو أداتين اللي هما modal verbs اللي هما should and shouldn't. شو وقت راح تستخدم should وشو وقت تستخدم shouldn't؟ طبعاً اللي يجيك بين قوسين هو give advice. الموضوع هو giving advice بس اللي يجيك بين قوسين شنو؟ give advice يعني أعطي نصيحة. زين. شو وقت تستخدم should وشو وقت تستخدم shouldn't؟ طبعاً بما أنه should و shouldn't هم ذول modal verbs وهنا نعرف بين modal verbs دائماً إيش يجي وراها؟ يجي وراها فعل مجرد خالي من أي إضافة. فعندك فاعل بعدين يجي وراه شد وراه شد شكو دائما يجي وراها مجرد. زين انا اجي هنا اقول اذا كانت الجمله مثبته يعني اذا توفرن ذن الشرطين اول شيء تكون الجمله مثبته والشغله الثانيه النصيحه جيده يعني لحث الشخص على القيام بالشيء مو على عدم القيام بالشيء او لمنعه مثلا لعدم القيام بالشيء لا هنا للقيام بالشيء يعني النصيحه مثبته لازم تكون بالبدايه يعني الجمله المعطاه لازم تكون مثبته ولازم تكون النصيحة جيدة. إذا توفر ذن الشرطين إيش راح تستخدم؟ راح تستخدم should. تعال شوف الأمثلة. هنا يقول لك keep your passport in a safe place. Keep your passport in a safe place. وهنا بين قوسين عندك give advice يعني أعطاه نصيحة. فأنت تجي النصيحة أول شيء هي مثبتة تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني شنو؟ إنه لازم تكون لحث الشخص على القيام بالشيء. فأنا أقول له احفظ جواز سفرك في مكان آمن. هسا هاي نصيحة جيدة لو مو جيدة؟ أكيد جيدة. فلازم إيش تستخدم؟ لازم تستخدم should. فأجي هنا إيش راح أقول؟ راح أجيب you طبعاً أجيب الفاعل لأنه هنا هاي بيش بادية؟ بادية مباشرة الفعل مجرد. بما أنه أنت تنصح شخص آخر، أنت تنصح من؟ تنصح الشخص الآخر اللي واقف قدامك. والشخص الثاني باللغة الإنجليزية دائماً هو من هو؟ هو you. أوكي؟ فأنت إيش تجيب؟ تجيب فاعل you. من يمك هذا جيبه؟ فراح تخليه بالبداية you. وراها ايش راح تجيب؟ راح تجيب should. هذا هو اصلا مجرد فمجرد تجيب هاي الجمله تنزلها منها الى نهايه الكلام. Keep your passport in a safe place الى النهايه. راح تجي للنقطه الثانيه keep the medicine out of the reach of children. هنا يقول لك انه تحفظ الدواء بعيدا عن متناول الاطفال. هاي ايضا شنو؟ انت لازم تحفظ او يجب ان تحفظ او عليك ان تحفظ الدواء او العلاج خارج بعيدا عن متناول الاطفال. فهي ايضا شنو نصيحه جيده وغير منفيه. فاجي ايضا شو استخدم؟ استخدم should. فراح تصير you should وايضا راح تنزل منا الى النقطه keep the medicine out of reach of children. زين shouldn't شو وقت استخدمها؟ إذا كانت الجملة اللي معطات بالسؤال بيش تبدي؟ تبدي ب don't يعني نفي. أو كانت النصيحة لتجنب القيام بشيء يعني أقول للواحد لازم ما تسوي هذا الشيء مو لازم تسويه يعني العكس من من؟ العكس من هاي تكون النصيحة لتجنب القيام بشيء أو حتى تمنعه من القيام بشيء. هنا شو راح نستخدم؟ راح نستخدم shouldn't. فالفاعل أيضا نجيب اللي هو من هو you بعدين راح نستخدم shouldn't واللي وراها راح يجي مجرد. هنا مثلا عندك don't let children play with the matches يقول لك لا تخلي الأطفال يلعبون بالشخاط. فهنا هاي شنو بدايتها نفي. هاي don't تشبيها أحذفها وأجيب فاعل اللي هو من هو you وراها ايش راح استخدم shouldn't you shouldn't هذا شبيه مجرد راح ينزل منا إلى نهاية الجملة You shouldn't let children play with the matches. زين. أجي هنا عندك leave keys in the flower pot. Leave keys in the flower pot. In the flower pot يعني شنو؟ تقريبا يعني تفسير الجملة. يقول لك إنه لما تطلع من البيت وين تعوف المفاتيح مال البيت؟ تعوف بهذا السندان اللي موجودة وين؟ بصف الباب. فهاي شنو؟ يعني ممكن يسهل عملية سرقة البيت. فهنا تنصح بأنه لازم يعوفن بهذا المكان لو لازم ما يعوفن بهذا المكان. فهنا نصيحة لتجنب القيام بشيء مو حتى يسوي هذا الشيء. ف leave keys in the flower pot هنا شو راح نستخدم؟ راح نستخدم
shouldn't. يعني أنت لازم ما تخلي المفاتيح وين؟ In the flower pot. فأجي هنا إيش راح أستخدم؟ أيضا أنزل you وراح أنزل shouldn't. وهذا مجرد فمنها ينزل إلى النهاية. Leave keys in the flower pot. هذا فيما يخص موضوع إعطاء النصيحة. هسا نروح إلى السبورة الثانية وراح نشرح موضوع ثاني اللي هو polite request. الموضوع الثاني عندنا هو polite request. شنو polite request؟ يعني الطلب المؤدب. لما تطلب من شخص آخر، هسا حتى بالعامية عندنا أو بالعربية راح تقول له من رخصتك أو بلا زحمة. بالضبط بالإنجليزي نفس الشيء، يحتاج تستخدم بعض التعابير حتى تكون طلب مؤدب، ما يكون طلبك مباشر كلش وما يكون طلبك غير مهذب. فحتى يكون الطلب مهذب راح نستخدم بعض التعابير. فركزي بالبداية علينا على عنوان الموضوع هو polite request. Polite request يعني من نشوف هذا معناه طلب مهذب. زين، شلون راح تكون هذا الطلب؟ راح تستخدم واحد من ذين التعابير، يا أما would you, could you, can you or may I. اللي راح يجي وراهم أكيد هو فعل مجرد بعدين تكملة الجملة، وبالنهاية لازم أشكو، لازم أكو please، وبالنهاية علامة استفهام. علامة الاستفهام ليش؟ أي شيء يبدأ فعل مساعد، وهذول المودل فيربس أيضا شو يعتبرون؟ أيضا يعتبرون أفعال مساعدة، وإذا أفعال مساعدة تبدأ بها الجملة فلازم بالنهاية أشكو، أكو علامة استفهام، وهاي قبلها please حتى تكون حتى يكون الطلب أكثر أدبا. فالتركيب شنو؟ would you, could you, can you أو may I زائد فعل مجرد تكملة وراها please. زين، هنا إذا لقيت your بعد الفعل المجرد فراح تستخدم may I، وإذا لقيت أي ضمير آخر تستخدم أي واحد من ذن الأدوات هو يفضل. يعني إذا لقيت your بعد الفعل المجرد مباشرة راح تستخدم may I، بس بهاي الحالة. البقية لا عادي، أي فعل يجيك، أي ضمير يجيك، أي صفة تملك تجيك تستخدم أي واحد من ذن البقية. يعني مثل إيش؟ مثلاً see your ticket polite request. هنا إيش لقيت بعد الفعل المجرد؟ لقيت your، فهنا إيش راح يفضل تستخدم؟ راح يفضل تستخدم may I. كل اللي عليك تسويه هو منطيك هنا see your ticket، منطيك يعني هو طلب جاهز، أنت بس تحوله إلى طلب مؤدب. تيجي هنا ايش راح تنزل؟ راح تنزل هاي الأداة بالبداية may I، هذا كله راح ينزل مثل ما هو see your ticket. هنا ايش راح تخلي؟ راح تخلي فارزة، تخلي وراها شنو؟ please. ورا please راح تخلي علامة استفهام. تجي الى الجملة الثانية عندك give me your passport، هنا polite request. هنا ما عندك you، ايش عندك هنا بعد الفعل المجرد؟ عندك me، فتستخدم اي واحدة من ذني هو صحيح. مثلا راح اخذ can you. Can you give me your passport please؟ راح تخلي فارزة، بعدها ايش تخلي؟ تخلي please، وبالنهاية علامة استفهام. الموضوع كلش بسيط، وهاي صيغتين وزارية جايتك بالوزاري، يعني ما بيها شيء، مجرد تحفظ هذول التعابير وتعرف شلون تطبقهم على الجملة وتخلي بالنهاية please وعلامة استفهام. لهنا نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، أتمنى تكون استفدتم من عنده ولو شيء بسيط. إذا حسيتوا بأن هذا المحتوى كان مفيد حاولوا شاركونا ويا أصدقائكم والمقربين، وإذا كانت هاي أول زيارة لك للقناة لا تنسى الاشتراك وضغط زر الإعجابات حتى ما يفوتك أي شيء جديد. Thank you so much for watching and see you next time.